بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين بالسنه الجديده وبعيد تجسد ربنا يسوع المسيح وظهوره في وسطنا في العالم. لفت نظري جمله جميله كده بنصليها في التسبيحه، بنقول على السيد المسيح كده لما نيجي نفتكر تجسده وسطينا، بنقول عنه هو اخذ الذي له واعطانا الذي له. نسبحه ونمجده ونزيده علوا الى الابد. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ناخد تامل النهارده كده صغير في الجمله اللي بنقولها في التسبيحه دي. يعني ايه ربنا اخذ الذي لنا واعطانا الذي له؟ اول علاقتنا بربنا في الخليقه لما جه ربنا يخلقنا، حب ربنا يدينا. ربنا زيه زي اي اب، يحب دايما يدي ولاده افضل حاجه عنده، ومش فارق معاه كتير انه ياخد منهم، وبيعطي بدون مقابل، وبيدي من غير ما ينتظر ان ولاده يردوا له. تعال نشوف كده لما خلقنا اعطانا ايه. ربنا لما خلقنا خلقنا على صورته ومثاله. صورته ومثاله ما اقصدش الشكل، ربنا ملوش شكل، ربنا غير محدود، ملوش شكل معين، لكن يقصد صورته ومثاله يعني صفاته. يعني ربنا خالد ما بيموتش فخلق الإنسان لا يموت، ربنا بار وقدوس فخلق الإنسان بار وقديس، ربنا مليان محبة فخلق الإنسان مليان محبة، ربنا ليه سلطان وقدرة فيخلق الإنسان ليه سلطان على الخليقة كلها ويخليه ملك على كل الخليقة لهم تسلطوا على جميع طيور السماء وأسماك البحار وكل نباتات الأرض، وهكذا خلقه على صورته ومثاله وسلطانه. ربنا ادانا كل حاجة وادانا نبقى أولاده، طب ياخد مننا ايه؟ ما عندناش حاجه نديها له، هو عمال يدي بس زي الاب كده الحنين، الاب الغني اللي عمال طول النهار يدي لاولاده يدي لاولاده، ادانا كل حاجه، ادانا كل حاجه يمتلكها يعني. وكان اثناء فتره الاختبار بتاعه الفردوس، لو كان الاولاد اثبتوا ان هم ينفعوا يبقوا اولاد لهذا الاب، كان هيديهم الباقي كله. زي ما قالنا كده في سفر رؤيا، من يغلب يرث كل شيء، كان هيدينا كل حاجه، ياخدنا من الفردوس على السماء ويدينا الخلود ويدينا الحياة الأبدية ويرفعنا فوق مستوى الملائكة. لكن لما نيجي نشوف بقى الإنسان رد ربنا العطية دي بإيه؟ يعني ربنا ادانا قد إيه؟ الإنسان جه يرد بقى ربنا فرد إيه؟ رد له عصيان، رد له تمرد، رد له طمع في ألوهيته. عشان كده لما بنيجي نتكلم عن خطية آدم، اوعى تفتكروا إن الخطية كانت ربنا يقول له ما تاكلش فهو كل، لا، دي صورة الخطية من بره. لكن الخطية كانت أعمق من كده بكتير. مش قصة انه كان عايز ياكل، ما الجنة كانت مليانة شجر، القصة اكبر من كده بكتير قوي. الشيطان لما جه يضحك على ادم قال له ايه؟ يوم ان تأكل منها، لما تأكل من الشجرة دي يحصل لك ايه بقى؟ تنفتح اعينكما وتصيران مثل الله. يبقى الانسان مد ايده وكل من الشجرة ليه؟ مش عشان كان طعمها حلو، ما في زيها الاف في الجنة، لكن عشان الكلمة دي تصيران مثل الله. قال لك ايه المانع انا كمان اله زيه؟ وخلي بالكم دي كانت نفس خطيه الشيطان. هي كانت خطيه الشيطان ايه؟ تقروا كده عنها في سفر اشعياء وفي سفر حزقيال، لما يجي الشيطان يتكلم عن نفسه يقول انا هضع كرسي فوق كراسي العليا، يعني احط كرسي بتاعي فوق كرسي ابقى اعلى منه ابقى احسن منه يعني. وللاسف وقع الانسان في نفس الخطيه، انا عايزك تبقى زي ربنا. وادم لو كان فكر دقيقتين، طب ما انت فعلا كنت زي ربنا، ما انت كنت ابنه ومديك سلطانه ومديك قوته ومديك حكمته ومديك كل حاجه. لكن الطمع في الالوهيه، فادم لما جه يعطي ربنا اداه تمرد، اداه عصيان، اداه شك. الشيطان بيقول لو كلت هتبقى اله، وربنا بيقول لو كلت هتموت، اصدق مين فيهم؟ عشان بس انا عايز اوسع لكم شويه الرؤيه، ان الخطيه ما كانتش خطيه اكل وشرب. ابوك بيقول لك يا ابني لو كلت هتموت، واحد غريب بيقول لك كل ولا يهمك عشان تبقى اله. فخطيه ادم ما كانتش مجرد اكل، ده شك في الله وعدم ثقه فيه وعدم ثقه في محبه ربنا. بالعكس، ده افتكر ان الشيطان بيحبه اكتر، والشيطان خايف على نفسه وعلى مستقبله وعلى مصلحته اكتر. فلما جينا نرد لربنا ردنا له بدل الخير شر. ومع ذلك ربنا زيه زي اب في الدنيا يقول معلش، حتى لو انا اديت لاولادي خير وردوا لي شر، لكن انا مش هبطل اديهم خير. من اهم الصفات اللي قالها على ربنا انه صالح. في جمله كده حلوه دايما نقولها عن ربنا في القداس، تقول محب البشر الصالح. الصالح او الصلاح بتاع ربنا معناها انه لا يمكن يرد الشر بشر، لا يمكن يوقف محبه من اجل عدم محبتنا، لا يمكن يعاملنا
حسب استحقاقنا أو حسب ما احنا بنعمله أو زي ما احنا بنعمله. دي صفة الصلاح عند ربنا، عشان كده نسميه محب البشر الصالح. ربنا يقول طب يلا نبتدي تاني من الأول، أنا هاجي أديكم تاني وهاخد منكم بقى المرة دي. فنزل وتجسد، لما نزل وتجسد بقى ادانا ايه وخد ايه؟ أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. خد ايه وادانا ايه؟ قال لنا انتوا حالتكم ايه تدهوني؟ ايه اللي عندكم البشر تدهونا؟ قلنا له بص يا رب، احنا علينا اللي حالتنا يعني حكم الموت، احنا محكوم علينا بالموت. قال لنا بسيطة، هاتوا اخدنا. احنا رب لما غلطنا حصل كوربشن للنيتشر بتاعنا، حصل فساد للطبيعة بتاعتنا. قال لنا بسيطة، هاتوها شالها على كتافي وانا طالع الصليب. احنا رب لما غلطنا اتحرمنا من الحياة الابدية وبقينا ننزل للجحيم لما نموت. يقول لنا خدها برضو منكم دي واموت وانزل للجحيم مكانكم. نقول له رب احنا لما غلطنا بقت مليانين خطية ومليانين شر. يقول لنا ولا يهمكم، اشيل شركم وخطيتكم على راسي رغم ان انا مش خاطي، لكن اشيل خطيتكم. فيبقى اسمي حامل خطية العالم. عشان كده يوحنا المعمدان لما شاف المسيح جاي من بعيد شاور عليه وقال ايه؟ هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. والإنجيل يقول على المسيح إيه؟ الذي بلا خطية، أو جعل الذي بلا خطية خطية لأجلنا. حالتكم بقيت الدهون تاني، حياتنا مليانة أوجاع وأحزان وألام ومشاكل البسيطة أشيلها. يقول عنه كده إشعياء على المسيح إيه؟ أوجاعنا حملها، مش كده؟ وألامنا تحملها، شالها كلها علينا، كل أسقامنا وكل أمراضنا كلها شالها على كتافه. يعني رجل أحزان ومختبر، أو رجل أوجاع ومختبر الحزن زي ما يقول عنه الكتاب المقدس. إيه تاني؟ الطبيعة بتاعتنا رب لما غلطنا بقت طبيعة بتجوع وبتعطش وبتتعب وبتنام وبتحزن. يقول بسيط، أخد طبيعة زي بتاعتكم واستحمل اللي أنتوا بتستحملوه. ما أنا أب وأنا عاوز أديكم حاجة كويسة، ومقابل حاجة كويسة اللي أديها لكم هاخد منكم اللي عندكم. فينزل المسيح بجسد زي جسدنا، يجوع ويعطش ويتعب وينام، جسد زي جسدنا. يقول عنه كده زي ما في رسالة العبرانيين يقول استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا فيهما، يعني شاركنا في اللحم والدم بقى زينا كده. يقول شابهنا في كل شيء، بقى شبه إخواته في كل شيء، بقى الأخ البكر بتاعنا زي ما قال عنه الكتاب المقدس، لكي يصير هو بكرا بين إخوة كسري. شابهنا في كل شيء، شال عننا كل حاجة، بتاكلوا بتشربوا بتتعبوا، ابقى زيكم. ايه كمان يا رب؟ نقول له احنا بعد ما وقعنا بقى الشيطان طول النهار يجرب فينا ويوقعنا. يقول لنا بسيط، اخد عنكم تجارب الشيطان، بس الفرق ان مش اقع. هوريكم ازاي لما اخد طبيعتكم، اوريكم ازاي الطبيعه دي تقدر تنتصر. فيعرض المسيح نفسه لنفس التجارب اللي تعرض لها ادم في الجنه زمان. زمان في الجنه الشيطان يقول لادم ايه؟ انت جعان كل، مش كده؟ يجي على الجبل يقول المسيح كده، فالمسيح يرد عليه يقول له ايه؟ ليس بالخبز وحده يا حي الانسان. يقول لادم لو كلت هتبقى زي الله، ويجي للمسيح يقول له لو سجدت لي هديك كل ممالك العالم، اخليك تبقى مالك على العالم كله. يقول له للرب الهك تسجد، مش كده؟ نفس التجارب اللي حارب بيها ادم يجي حارب بيها المسيح. فالمسيح يقول زي بعضه، هاخد التجارب بتاعتكم بس الفرق اني مش هقع، هاخد نفس اللحم والدم بتاعكم بس الفرق ان مش هبقى طبيعة فاسدة. عشان كده حكمة ربنا ليه انه يتولد من عذراء بدون زرع بشر، ايه الحكمة في كده؟ انه لا يرث الخطية الجدية الاوريجينال سين، الخطية الاصلية بتاعت ادم، انه لا يرث الكوربتد نيتشر، الطبيعة الفاسدة بتاعت ادم. عشان كده ربنا يجي من انثى بدون ذكر، بدون زرع بشر، من عذراء. طب ما العذراء نفسها عندها فساد طبيعة وممكن تدي المسيح. الملاك يطمننا بقى ويطمن الست العذراء يقول لها لا ما تخافيش، لأن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هيبقى قدوس مش هيشيل خطية آدم وحواء. ايه رب هتاخد مننا ايه تاني؟ هاخد منكم تقصيركم. المفروض كل واحد فينا يبقى الإنسان المثالي، الإنسان اللي بيحب ربنا من كل قلبه، الإنسان اللي بيحب إخواته من كل قلبه، الإنسان اللي بيصلي واللي بيصوم واللي بيخدم واللي بيتعب. المفروض كل واحد فينا يبقى كده. ربنا يقول بسيط، أنا هبقى إنسان زيكم وأشيل عنكم كل تقصيراتكم. فنلاقي المسيح واقف يصلي، نقول له بتصلي ليه وأنت محتاج للصلاة؟ يقول وأنا مش بقيت واحد منكم؟ مش بقيت أخوكم؟ مش خدت لحمكم ودمكم وشبهتكم في كل شيء؟ يبقى اقف اصلي علشان اعوض تقصيركم في الصلاه. وتلاقي المسيح يصوم، يقول يا رب بتصوم ليه؟ طب احنا بنصوم عشان خطاه. يقول لحبيبي انا خدت طبيعتك
انا عايز اوريك الانسان الكامل. عشان كده تلاحظوا في القداس الجميل الغرغوري اللي بنصليه على المسيح، نقول له كده في المسيح ايه؟ نقول له اكملت ناموسك عني. كملت ناموسك عني ايه؟ يعني كل الوصايا اللي انا معرفتش اعملها انت جيت كملتها. ايه يا رب تاني؟ يقول الطبيعة اللي باظت واللي خدت اللعنة انا هرجع لها البركة تاني، هاخد منك اللعنة وادي لك مكانها البركة. زي ما بقول في القداس كده على المسيح، نقول له باركت طبيعتي فيك. خلي بالكو ادم لما غلط راحت منه البركة وسمع كلمة صعبة قوي، ربنا قال له ايه؟ ملعون الارض سب. بعد كده يجي ابن ادم قايين وربنا يقول له ملعون انت من الارض، ونقعد نسمع طول العهد القديم كلمة ملعون وملعون، لدرجة ان اخر آية في العهد القديم كله سفر ملاخي، اخر آية في العهد القديم كله تقول هأتي واضرب الارض بلعن، يعني الارض كلها هضربها كلها باللعن. يجي المسيح يقول طب بسيطة، تعال نبدل، اخد منكم اللعنة واديكم البركة. عشان كده بولس الرسول يقول عنه لما طلع على الصليب عمل ايه؟ يقول صار لعنة لأجلنا. عشان كده المسيح يتصلب خارج أورشليم ليه؟ لأن اللي معلق على خشبة بالنسبة لليهود بيبقى لعنة، عشان كده صلبوه خارج أورشليم. فالمسيح بتاعنا يطلع بره أورشليم عشان يحمل العار واللعنة بتاعنا على الصليب. يقول لنا هاتوا اللعنة بتاعتكم وأنا أديكم مكانها البركة، باركت طبيعتي فيك. وإيه تاني يا رب؟ يقول لنا مش أنا زمان لما خلقتكم مديتكم قوتي وسلطاني ومقدرتي ضيعتوها بالخطية، أنا جاي بقى عشان أديها لكم تاني، هديكم قوتي مرة تانية. فنلاقي البشر العاديين جدا، لا ربنا يديهم قدرة بيشفوا مرضى، يخرجوا شياطين وينتهروا الرياح، مش كده؟ وليهم سلطان على الطبيعة، وليهم سلطان على الحيوان وعلى الطيور وعلى الأسماك، كأن ربنا مرة تانية رجع يدينا كل اللي ضيعناه زمان. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، عمال يدي. يبقى التجسد ربنا عمال يعمل إيه؟ يدي وياخد، بس ياخد الوحش ويدينا حلو، ياخد الضعف ويدينا القوة، ياخد مننا الموت ويدينا قيامته ويدينا الحياة الأبدية. عمال ياخد وعمال يدي في نفس الوقت. التجسد كان عملية تبادل كده، كان عملية تبادل، يقول لك هات كل الوحش اللي عندك وأنا أدي لك كل الحلو اللي عندي عشان ترجع مرة تانية على صورتي ومثالي. إيه تاني يا رب؟ يقول لك هدي لك بقى حاجة ما تحلمش بيها، هدي لك إن أنا وإنت نرجع نبقى واحد مرة تانية. مش هخليك عبد، زمان في العهد القديم كده يتقال عنك عبد، لا ده مش هخليك عبد، لا أعود وسميكم بعض عبيدا بل أحباء. طب وبعدين هننقل كمان ستيب تانية، مش هتبقوا بس حبايبي، هتبقوا ولادي وتورثوا كل حاجة. طب وبعدين ننقل كمان خطوة تانية، أنا هخليكم تتحدوا بيا، تبقوا واحد معايا. إزاي يا رب؟ قلنا بسيط، أنا شاركتكم في اللحم والدم وبقيت شبهكم، خدت جسدكم ودمكم عشان أخدوا وفديه على الصليب وطهروا من الخطية وجدد طبيعته وشيل منه الفساد والموت. فبقى في طبيعة تانية هي مش فاسدة، بقى في طبيعة تانية مش قابلة للموت. طب وبعدين يا رب انت كده خدت الوحش، هتدينا ايه بقى قدامه؟ يقول لك خدوا بقى طبيعتي، تعالوا اطلعوا على المسبح وتناولوا من جسدي ودمي، خدوا الطبيعة اللي مش فاسدة، خدوا الطبيعة اللي فيها سلطان على الحياة اللي انتهى منها حكم الموت. عشان كده المسيح يقول لنا من يأكل جسدي يشرب دم يحصل له ايه؟ يحيا فيا، مش كده؟ اللي يأكلني يحيا بي، ليس كما أكل أباءكم المن في البرية وماتوا، من يأكل من هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. هديكم الحياة الأبدية على شكل إن أنتوا تاخدوا طبيعتي، يبقى هاخد منكم طبيعتكم الفاسدة وأديكم طبيعتي على المذبح وتتحدوا بيها. إيه كمان يا رب؟ طب احنا طبيعتنا فسدت يا رب بعد خطية آدم، يقول لك بسيط، أولادكم من الأول. تولدنا تاني ازاي يا رب؟ يقول لك مش انتوا اتولدتوا بالطبيعة الفاسدة اللي ما ينفعش تخش السماء؟ مش انتوا اتولدتوا بالخطية والضعف؟ بسيط، أولادكم تاني، عشان بدل ما تبقوا أولاد آدم الفاسد تبقوا أولاد المسيح. فيروح عامل لنا في الكنيسة سر ايه؟ المعمودية. يقول لنا يلا بقى اتولدوا من الأول بقى، عشان كده سمى المعمودية ولادة ايه؟ ولادة تانية، مش كده؟ كل من اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، مدفونين معه في المعمودية للموت، حتى كما قام المسيح نقام نحن أيضا في الحياة الجديدة. يدينا حياة جديدة، يدفن آدم اللي على صورة آدم الفاسد ويقوم الإنسان الجديد، ويتحقق بقى كلام بولس الحلو اللي هو كل من في المسيح فهو خليقة جديد. يبقى عمال بص عملية التجسد، عملية تبادل، عمال ياخد مننا وعمال يدينا. عشان كده نقعد في التسبيحة طول الليل نقول له ايه؟ اخذ الذي لنا واعطانا الذي له نسبحه ونمجده
ونزيدها علوا. تلاحظوا لحظة ميلاد المسيح كان عمال يدي فرح، يظهر كده الملاك للرعاة يقول لهم ها أنا أبشركم بإيه؟ فرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب. يجي المجوس من آخر الدنيا فرحانين، فرحوا إذ رأوا النجم وفرحوا لما دخلوا سجدوا له، عمال يدي فرح للعالم ويدي سلام. الترنيمة اللي اتقالت ساعة ميلاده إيه؟ المجد لله في العالي وعلى أرض السلام. والسلام اللي عمده المسيح كان سلام على ثلاث مستويات، يمكن كنت شرحتها مرة قبل كده. عمل سلام بيننا وبينه بعد ما كان في خصومة بيننا وبين ربنا. عشان كده برضو في القداس لما ابونا بيصلي بيقول بعد التجسد حصل ايه، يقول كده صالحت السمائيين مع الارضيين وجعلت الاثنين واحدا. طب والحيطة اللي كانت مبنية في النص، العداوة القديمة، يقول والعداوة القديمة ايه؟ هدمتها، خلاص ما بقاش في حيطة بيننا، ما بقاش في حجاب بيننا وبينه. ويمكن دي حكمة المسيح، ان في اللحظة اللي اسلم فيها الروح على الصليب انشق فيها حجاب الهيكل عشان يقرنا ايه؟ خلاص ما بقاش في مني وبينكم حجاب، العداوة القديمة اتهدد خلاص، السمائيين والارضيين بقى واحد. ونقول له كده دايما جعل الاثنين واحدا، اي السماء والارض خلانا واحد معاه، خلاص ادانا سلام بيننا وبينه، وسلام بيننا وبين بعض، وسلام بيننا وبين السمائيين، وادانا المجد. لما يقول المجد لله في الاعالي، طب المجد ده بتاعك انت، يقول ما انا اللي انا بتاعي هديهولكم. خلي بالكم اي اب فينا شهوة قلبه دايما ان يدي ولاده كل ما يملك، بس دايما الولاد مش فاهمين الكلام ده. الاطفال لما بيكونوا صغيرين ما بيبقوش فاهمين كده، ما بيبقوش فاهمين ان بابا كل اللي بيتمناه في حياته ان يدي ولاده كل ما يملك. فالمسيح يقول انا كل ما املك هديه لكم، انا عندي الحياة الابدية هديها لكم، عندي القداسة والطهارة هديها لكم، عندي الخلود، عندي السلطان، كل خدوه، حتى المجد هديه لكم، همجدكم بنفس المجد اللي انا كنت بتمجد بيه. عشان كده تلاحظوا المسيح لما وقف يصلي في يوحنا 17 الصلاة الأخرانية، يقول لرب، يقول للأب كده أنا عاوزهم يبقى عندهم نفس المجد الذي كان لي عندك، مش كده؟ مجدهم بنفس المجد، أنا عايزهم يبقوا ممجدين زي، ياخدوا نفس المجد. طبعا بناخده على مراحل، هناخده هنا شوية على الأرض، لكن يكمل المجد فين؟ في السماء. ويقول لنا في سفر رؤيا مش أنا أب هورثكم كل حاجة، من يغلب يرث كل شيء. ده يقول لنا حاجة جميلة، يقول لنا ايه؟ يقول لنا لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم ايه؟ سر، يعني ايه؟ فرحان. فرحان بايه بقى؟ ابوكم ده فرحان عشان هو بيعمل ايه؟ اباكم سر ان يعطيكم الملكوت، رثوا الملك المعد لكم، تعالوا ورثوا، ما انتوا ولادي، وكل مالية هديه لكم، كل اللي عندي هديه لكم. وبرضه لما يقف يصلي في يوحنا 17 يقول للاب كده، يقول له كل اللي انت اديتهوني انا اديته لهم، كل ما ليه هو لك وكل ما لك هو لي، طب واللي هديه لهم عشان هم كمان يبقوا واحد معايا. واخدين بالكم احنا عاملين ناخد. طب سؤال صغير بقى، هو احنا مش ناويين ندي حاجه؟ هنقعد ناخد بس؟ ادينا له تعب، وادينا له موت وحزن وخطيه، ادينا له كتير، طب مش ناويين ندي حاجه كويسه ولا هنقعد ندي وحش بس؟ هو عمال الراجل يبدل معانا الحلو بالوحش، طب ما فيش مره نبدل معاها الحلو بالحلو بقى؟ مفيش مره نقول لرب عندنا حاجه حلوه المره دي نديها لك، مش كل مره نديك وحش بس؟ لا، نقدر نقول لرب ان ما كناش قادرين نديك قداسه وبر زي اللي انت بتديهم لنا، على الاقل نديك توبه. ان ما كناش قادرين يا رب نوصل للكمال، على الاقل نديك شويه جهاد وتعب اللي في ايدينا. ممكن يا رب في شويه حاجات نعرف نعملها. من يومين كنت قاعد مع طفل صغير في مدارس الاحد، طفل عمره حوالي 4 سنين، بيقول لي انا بابا جاب لي عشان الكريسماس، يعني بابا جاب لي لبس وجاب لي، يقول كليبر، جاب لي قعد يقول لي بابا جاب له حاجات حلوه كتير قوي، بس قال لي مش بابا اللي جابها لي، ده بابا يسوع. طبعا اللي بابا فاهمه ان الحاجات دي كلها جابها له بابا يسوع. فقعد يقول لي بص بابا يسوع جاب لي ايه، وجاب لي شجره، وجاب لي زينه، وجاب لي هدايا، وجاب لي. فرحت ساله سؤال جميل قوي، قلت له هو عيد ميلاد مين يا حبيبي؟ قال لي عيد ميلاد بابا يسوع. قلت له طب احنا بندي الهدايا لمين؟ للي عيد ميلاده؟ قال لي طبعا. قلت له طب انت اديت بابا يسوع هديه عيد ميلاده ايه؟ فالولد جاوب بتلقائيه كده جميله، راح قال لي ايه؟ قال لي طب ده في السماء، هوصل له الهديه بتاعته ازاي؟ هطلع اوصل له فين ده عشان اديله الهديه بتاعته اللي في السماء ده يعني؟ فقعدت بقى قلت له لا، احنا نقدر نوصل له هدايا كتير وهو في مكانه في السماء، يعني مش لازم نطلع له، ممكن من هنا. تفتكروا انتوا بقى ايه الهدايا اللي ممكن نوصلها له من هنا؟ هو عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاده هو ولا عيد ميلادنا احنا؟ عيد ميلاده هو، مش كده؟ يبقى المفروض مين ياخد الهدايا، احنا ولا هو؟ هنقدم له ايه بقى؟ تعال نفكر كده، يلا نقدم له ايه؟ الرعاه قدموا شويه غنم وصوف ولبن وتسبيح، مش كده؟ الملائكه قدمت تسبيح، المجوس قدموا ذهب ولبان ومر، كل اللي عنده حاجه عارف يقدمها.
احنا ناويين نقدم له ايه بقى؟ هو عمال يدي، نقول له رب انت بتاخد اللي لينا وتدينا اللي ليك. احنا المره دي نفسنا بقى ما نديكش مر، نفسنا بقى ما نقعدش نديك اوجاع والام واحزان، نفسنا مره في حياتنا كده نقول لك نقدم حاجه عدله قدام كل اللي انت بتديه لنا، عشان لما نقول اخذ الذي لنا واعطانا الذي له يبقى يعني قدمنا حاجه. لا، تقدر تقدم كتير قوي. ان كان المسيح في السماء مش قادرين نوصل له هدايا، لكن هو قال كل ما فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبيه قد فعلته. يبقى اللي عاوز يدي المسيح، عندنا الاف المسيح على الارض، اللي جعان واللي عطشان واللي عريان واللي ملوش بيت واللي كل دول. ايه تاني؟ لو عايز تدي المسيح، فرح قلبه في ولاده. اديكم تدريب صغير قوي النهارده وبكره، حاولوا كل واحد فيكم يفكر افرح حد، ادور على حد افرحه. لو عملت كده تبقى قدمت هديه للمسيح. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا يبقى في ارمله ملهاش حد خالص بتقضي العيد بطولها، لو زرناها وجبنا لها اكل وعيدنا معاها فرحت المسيح، لو اتصلت حتى بيها بالتليفون فرحت المسيح، لو جبتها تفطر معاك فرحت المسيح، مش كده؟ ممكن يبقى بيت في حاله وفاه مثلا وحزانه ويقول لك مش هنعيد السنه دي، احنا عندنا حاله وفاه. لو رحت زرتهم وخدت للاطفال ولا الناس هدايا لعب وهدايا تبقى فرحت المسيح، لو عزمتهم انت بكره على الاكل تبقى فهمتوا في حاجات كتير ممكن نفرح بيها قلب المسيح. مش هو قال كنت جوعانا كنت عريانا كنت عطشان؟ خدوا تدريب العيد ده، فرح حد تاني. في مصر كنا يوم العيد باخد الخدام وننزل نلف على الملاجئ والمستشفيات والاطفال، وكنا نقضي اليوم كله كده فرح. تخيلوا بقى لما ندخل في يوم العيد كده في ملجأ عيال قاعدين حزانه ببلالين ولعب، ونقعد نلعب ونجري ونتططن معاهم، يحسوا ان العيد جه، مش كده؟ لما تخش زي ما قلت لكم كده بيت ارمله ولا بيت حد مريض ولا حد فقير معوش يفرح ولاده، تدخل انت بلبس جديد ولا اكل ولا حاجه، فرح الناس. خدوا تدريب ده في العيد ده، قول له رب ان ما كنتش قادر اوصل لك هديتي في السماء هديها لاخواتي على الارض. مش هو قال كل ما فعلتموه ايه باحد اخواتي هؤلاء الاصغر فبي قد فعلتم. تعالى كل واحد فينا كده يفكر افرح المسيح ازاي في العيد ده، ازاي اقدم للمسيح فرح. حد انت بخصمه بقالك شهور وسنين ما بتكلموش، ارفع سماعه التليفون وقول له كفايه خصام كده بقى، يلا نفرح المسيح بالصلح والسلام اللي حصل بيننا. مقاطع اخوك ولا اختك بقالها فتره، ابعت له رساله واتصل بيه كده قول له بتيجي نفرح المسيح بالسلام والصلح اللي بيحصل بيننا. حد مره زعلته بكلمه، ارفع سماعه التليفون وقول له انا اسف، ما تزعلش، تعال نفرح المسيح. تقدر تقدم كتير لو عايز، تقدر تقدم، عشان على الاقل لما نقول اخذ الذي لنا واعطانا الذي له يبقى قدامنا حاجه نقدم. ده احنا لسه ما خدناش حاجه، احنا كل اللي بناخده ده من المسيح، كل اللي خدناه من المسيح لحد اللحظه دي بلغه الكنيسه كده وبلغه الانجيل بنسميه عربون. امال هناخد الباقي امتى؟ فوق في السماء، مش كده؟ يعني التناول ده عربون للاتحاد بالمسيح. امال الاتحاد الحقيقي بالمسيح فين؟ الدائم واللي ما بيفكوش خطيه والابدي في السماء. كل اللي احنا بنعمله على الارض ده اسمه عربون، كل العطايا الحلوه المعموديه دي، تجديد الطبيعه بتاع المعموديه ده عربون، لحد ما نلبس الجسد الممجد اللي على صوره المسيح، لحد ما نتغير لتلك الصوره عينها، ناخد نفس صوره المسيح، نبقى زيه، نبقى هو. فكل اللي احنا عاملين ناخده على الارض ده عربون. ما تيجي يلا ندي بقى شويه، تعال نفكر كده، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ده بركه عيد الميلاد، كل واحد فينا كده يقعد في العيد ده يفكر تجسدك يا رب اداني ايه، نزولك يا رب على الارض انا استفدت منه ايه، انا خدت قد ايه يا رب من تجسدك، قد ايه بركات وقد ايه نعم وقد ايه عطايا انت اديتهاني وانت جاي على الارض بالتجسد. طب انا يا رب اقدم ايه؟ عارفين داود سال نفسه مره السؤال ده كده لما قعد يفكر في مراحم ربنا واحساناته، راح سال نفسه قال ايه؟ قال ماذا اعطي الرب جزاء كل احساناته. عارفين ايه؟ قال ايه؟ كاس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو. يعني هاخد برضه لما جاي يفكر يقول هدي لربنا ايه قدام كل الاحسانات دي، قال هاخد الخلاص اللي هو ادهوني، ادي المكافاه اللي انا هديها له، ان انا هستفيد بالخلاص اللي هو قدمه، هستفيد بالصليب، هستفيد بتجسده. كل واحد فينا يبص لجسده ويبص لطبيعته ويتعامل معها باكرام شديد. جسدك اللي انت لابسه ده مكرم جدا، ده المسيح لبسه، ده المسيح عاش فيه، باركت طبيعتي فيك. عشان كده احنا النهارده كبشر عندنا كرامه عاليه جدا جدا، ده احنا ولاده، احنا بقينا صورته ومثاله، وهو لما نزل على الارض خد صورتنا وخد مثالنا. نقعد كده نفرح ونسبح المسيح، نقول له اشكرك يا رب على كل العطايا اللي اديتها لنا بتجسدك. فعلا يا رب
هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. بقيت التسبيحة تقول إيه؟ نسبحه ونمجده وإيه؟ ونزيده علوا إلى الأبد. يبقى من دلوقتي لحد من قبل فوق هيبقى دورنا إيه؟ نسبحه ونمجده ونزيده علوا إلى الأبد. بركة تجسد ربنا يسوع المسيح تكون معنا لإلهنا المجد الدائم إلى أبد الأبدين. كلها أمين. كل سنة وحدكم طيبين.